تحياتي لكل عم بتابعونا عبر موقع الفن، وحابين يعرفوا كمان توقعاتنا السياسية، وكمان رح نبدأ بالتوقعات السياسية عن لبنان تحديدا، وكمان توقع عن سوريا. حاكم مصرف لبنان أمام الإطاحة، وكمان الإطاحة بسلامه لن تكون بعيدة، وكمان حاكم مصرف لبنان أمام معركة إنهائه وإبعاده، وكمان سيمارس عليه ضغوطات أكبر وأكبر، ومثل ما قلت لن يستمر في موقعه، والبديل حاضر. فضيحة دولارات لبنان الذاهبة إلى سوريا، وكمان تأزم الوضع الاقتصادي في لبنان في المرحلة المقبلة، وكمان حنشوف انفجار الشارع وانفجار في الشارع، كمان عقوبات مثل ما قلنا حنمرق توقع عن سوريا، عقوبات على سوريا ووضع اقتصادي سيكون صعب جدا، وكمان آخر توقعاتنا للبنان مرشحي رئاسة الجمهورية عم بقصد في لبنان ورسائل مبطنة لإرضاء الأمريكيين. هذه كانت توقعاتنا للفترة المقبلة. تضلكم بألف خير، وباي باي.